يقول متزوج منذ قرابة 10 سنوات وعندي طفلة واحدة. زوجتي لم أقصر معها في شيء من الرعاية والنفقة والكماليات والسفر، وهي مقصرة معي في الواجب الشرعي، وناصحتها مئات المرات ولم يتغير شيء، وأنا على هذه الحالة منذ 6 سنوات وأخشى على نفسي الفتنة، فما القول في هذه المسألة؟ استمر في مناصحتها، وأن يعني تتقي الله فيك كذا، أو تزوج. الحمد لله الأمر في سعة، لك أن تتزوج ثانية، وعسى الله سبحانه يرزقك الذرية الصالحة. بس قبل ما تتزوج ناصحها، قل لها ترى أنت تدفعيني إلى الزواج من ثانية، ونبهها إلى هذا. إذا قالت ما لي شغل فيك، تبي هذا الموجود، تزوج ثانية، وعسى الله سبحانه وتعالى يوفقكم جميعا.